متكاملة لم يعودوا يقبلون الاستمرار في أنظمة الفساد والريع والاستبداد. فالآن يريدون الديمقراطية التي تمكن من تداول البرامج وتداول الأشخاص والديمقراطية كاملة. بالنسبة إلينا في المغرب لا بد من تغيير. نحن نعيش الآن لحظة ثورية، زمن ثوري. نعم، والثورة بالنسبة إلينا في المغرب تعني انتقال من نظام سياسي ملكي وراثي مغلق فيه ملكية شبه مطلقة وفيه هامش ديمقراطي إلى نظام ديمقراطي. يعني نريد أن نغير النظام من داخل النظام، تغيير نظام دون إراقة قطرة الدم. تغيير نظام من داخل النظام معناه انتقال، تغيير مضمون نظام وإبقاء على شكل النظام. ليست هنا المشكلة، ليست مع شكل النظام ملكي أو غير ملكي، المشكلة مع مضمون النظام. النظام الجمهوري قد يكون رئاسيا وقد يكون برلمانيا، ولكن النظام الملكي لا يمكن أن يكون ديمقراطيا